السلام عليكم أحبائي طلاب المرحلة الثالثة. اليوم راح نستكمل منهاجنا في موضوع الكراونز، وبعد ما اطلعنا في محاضرة سابقة على introduction حول الكراونز وطريق والأسس والمعايير للpreparation، اليوم راح نطلع على types of crowns. بشكل عام الكراونز من ناحية الديزاين تتقسم إلى full metal crown و metal with facing، والنوع الثالث هو jacket crown، والنوع الرابع هو three quarter crown، والنوع الخامس هو البوست كراون. راح نسترسل في هذه السلايدات القادمة بالشرح المبسط حول هذه الأنواع ومميزاتها. بالنسبة للفول ميتال ريستوريشن، هي عبارة عن indirect restoration. Cover all the crown portion of the tooth, all the coronal area. تكون مصنوعة من metal alloy. Indirect معناها أنه manufactured in laboratory، تصنع بالمختبر. And fixed to the prepared tooth by the use of luting agent. بالنسبة لل complete cast crown، الcomplete cast يعني full metal، cast معناها مصنوعة من معدن. الindications مال الكراون عرفنا احنا لما يكون عندي large falling، عندي large carious lesion، اكو عندي weakened tooth، fractured restoration، endotreated tooth يعني سن محشة حشوة جذر وضعيف ويحتاج للدعم، نريد نسوي recontouring، نريد نعدل السطوح مالته، نريد نسوي occlusal correction، نعدل الاكلوجن مالته. هذه كلها ممكن يكون ريتينر لبريدج استخدمه كجزء من تركيب ثابت. هاي كلها قلنا هي الانديكيشنز اللي من اجلها اقدر اني اسوي فول ريستوريشن، اسوي من اجلها الكراون. بالنسبة لهذا الفول ريستوريشن او فول ميتال ريستوريشن، من اسمه مصنوع من معدن، ف الكونترا انديكيشن مات انه هو يعني واحد من ابرز الديس ادفانتجز مات انه هو بي ديسبلاي اوف ميتال، يعني مظهره يكون معدني، لذلك يكون استاتيكلي ان اكسبتابل، غير مقبول مظهريا. وواحدة من الكونترا انديكيشنز مات انه هو في مكان اللي نحتاج بيه استاتيك، يكون كونترا انديكيتد، ما نقدر نخليه. من فوائده انه هو سترونج. احنا راح شوية احاول ابسط عليكم هذه الملزمة. فمن الادفانتجز والديس ادفانتجز مثلا والانديكيشنز، راح اركز لكم على نقاط مهمة هي اللي راح تكون مطلوبة من عندكم. بقية النقاط اللي ما راح اذكرها ما راح تكون مطلوبة من عندكم بالامتحان. فيكون كونترا انديكيتد في منطقة الاستاتيك، ويكون من فوائده انه هو سترونج، نقدر نسوي بيه ريكونتورينج، ممكن نحسن بيه الاكلوجن، هايلي ريتنتيف وهايلي ريزيستنس.
هايلي ريتنتيف لأن يغطي كل الكراون فيكون ثابت بمكانه، وهايلي ريزيستنت كذلك لأن يغطي الكراون من كل الجهات فهو يكون مقاوم للإزالة. أبرز الديس أدفانتجز مالتك إنه هو احتواء على المعدن فيكون أستاتيكلي أنكسبتابل. فحص الفيتاليتي ما نقدر نسوي، اكو فحص مال الفيتاليتي نقدر احنا، اكو فد تقييم لحالة العصب يكون باستخدام فاحص كهربائي، فاذا كان السن مغطى كل جوانبه بمعدن من الصعوبة انه التيار الكهربائي يقدر يفحص لي حالة العصب مال السن، لأنه المعدن راح يوصل الكهرباء للثة ويعطيني فولس بوزيتيف، يعطيني استجابة قد تكون خاطئة. فأبرز ميزات الفول متال ريستوريشن هي هذه طريقة البريباريشن. هنا نشوفها على الصورة، طبعا الثيكنس مال البريباريشن غالبا يكون فور فول ميتال ريستوريشن يتقسم ما بين الفانكشنال كاسب شكل والنون فانكشنال كاسب شكل. هسه راح تقولوا لي شنو هي الفانكشنال وشنو هي النون فانكشنال. دائما بالكلاس 1 اوكلوجن الماكسيلاري مولر باليتال كاسب occlude in the central fossa of mandibular molar a normal class 1 occlusion. فال contact وال chewing movement تكون between the lingual cusp of maxillary molar and the buccal cusp of the mandibular molar. البكال كاسب مال مانديبولار مولر هي اللي راح تتطابق في وسط الفوسة مال ماكسيلاري مولر، فذن الالتقاء بيناتهن راح يكون اكثر، يسموهن ذن فانكشنال، بينما اللي يعني على جوانب الاكلوجن راح تصير اللي هي اللينجوال باللور والبكال بالابر يسموها نون فانكشنال كاسب. هذني اكو اختلاف بالتحضير بيناتهن من ناحية الثيكنس ومن ناحية ال يعني الخطوات بالتحضير بالبريباريشن القطع. شنو هاي الفروقات؟ الفانكشنال كاسب لازم نقطع من من عدها اكثر حتى ثخن المعدن اللي راح يصير هنا يعطيني ما يسمى بالستركتشرال ديورابيليتي، يعني يعطيني ثخن بحيث يعطي قوة ما ينكسر المعدن في هذا المكان، فنعطيها 1.5 مليم لازم نقطع، بينما من النون فانكشنال نقطع 1 مليم فقط. هذه وحدة. القطع مال الفانكشنال كاسب يكون بخطوتين، قطع 45 درجة ثم قطع ويا long axis of the tooth، بينما non functional تنقطع بخطوة واحدة اللي هي ويا long axis of the tooth. البكال باللور قطع يجي لازم 45 درجة ثم يجي step ثانية ويا long axis of the tooth، بسبب انه تكون ال functional cusp اكثر تقوسا من ال non functional cusp. طريقة التحضير للpreparation يكون من خلال مثل ما شفنا احنا cutting of some thickness of enamel. هذا الكاتينج قلنا احنا لازم نتحكم بالdepth مالته، ما نقطع اكثر من هذا الثيكنس المطلوب. لأن إذا قطعنا أكثر من الثيكنس المطلوب راح يكون تروماتيك للتوث، راح نعرض البلب إلى ريتيشن وهيت أكثر وممكن يتعرض إلى التهاب. فحتى نسيطر على هذا الدبث مال الكات أكو ما يسمى هذين الخطوط
نسويهن أولية على عرض البير، نجي نقطع من السطح 3 خطوط 3 جروفات، ثم نجي احنا نقطع المسافات اللي بيناتها بهذا الشكل الى ان يتوحد عندي السطح على قطع موحد. هذه الجروفات اللي نسويها يسموها depth orientation grooves. من اسمها هذه تقدر تعرف شنو عملها. depth معناها العمق، orientation معناها السيطرة او توجيه العمق، grooves لانها هي اخاديد تقطع بواسطة البير. فذني الـ3 اخاديد الغرض من عدها السيطرة على عمق القطع على عرض البير، يعطيني مثلا فد مليمين او مليم ونص. اجي اني اقطع من عدها، بعدين اجي اقطع المسافات اللي بيناتها، راح يكون عندي القطع موحد اللي هو المطلوب، سواء اريد 1 او 1.5 ملي. اول ما اقطع الاكلوزال سيرفس، هذا القطع لازم يتبع الاناتومي، يعني ما اجي اني اوحد السطح كله اسويه فلات مستوى الكسب نفس مستوى الفوسة، لازم اقطع موحد، من الكسب تنزل مليم، من الفوسة ينزل مليم، فراح احافظ اني على شكل الاناتومي مال الاكلوزال سيرفس. هذني اتجه للبكل سيرفس. البكل سايد بالنسبة للمانديبولار يجي عندي قطع 45 درجة، ثم يجي عندي قطع ويا اللونج اكسس اوف ذا توث 3 جروفات، بعدين اقطع بيناتها ويتوحد عندي القطع، ثم 3 جروفات لينجولي، بعدين ميجر والديستال سيرفس، راح احصل على هذا البريباريشن. بالنسبة للفينيش لاين، هو قلنا نهاية البريباريشن لازم اني اراقبها تكون سموث كونتينيوس اوفيس اول اراوند ذا توث، يعني تكون عدلة وغير يعني متعرجة، وتكون واضحة نقدر احنا نشوفها داير مداير السن حتى توضح لي نهاية البريباريشن. هذه هي، شوفوا هنا انا اباوع للسن اكلوزالي، الفينش لاين لازم يكون واضح عندي. مستوى الفينش لاين مثل ما قلنا بمحاضرة 2 يتقسم، اما يكون سوبرا جنجيفال فوق مستوى اللثة، او يكون وذ ذا ليفل اوف جنجيفا ويا مستواها، احيانا ينزل جوا اللثة في حالات معينة موجودة بمحاضرة 2. هذه هي طريقة التحضير، اسوي سموثينينج للسطوح بحيث اقدر اخذ امبريشن لهذا البريباريشن. هذا بالنسبه للفول ميتال. هسه راح نشوف شنو فرق الميتال وذ فيسينج. اجوا جماعه قالوا لي هذا الميتال من الديس ادفانتجز مالته انه هو الاستاتيكلي ان اكسبتابل، فقالوا احنا ليش ما ندمج القوة والمتانة اللي يمتلكها المتل ونضيف عليها طبقة من توث كلارد ماتيريال تغطي الجانب الأمامي مالته، ليبيال وانسايزل أو مثلا بكل، ويصعد على الأكلوزل بالنسبة للبوستيريال توث، يعطيني من الجهة الأمامية يعطيني مظهر، وباقي أجزاء المعدنية تعطيني قوة الكراون. ف سموه metal with facing. هذا النوع من المتل with facing يختلف بالpreparation عن المتل في شيئين رئيسيين، ألا وهما الكات بالليبيال والبكال سيرفس بالposterior teeth يكون أكثر، لأنه هنا عندي معدن وعندي
توث كلرد ماتيريال، فالثيكنس مال الكات راح يكون اكثر بهاي المنطقة، والفينش لاين هنا بالمتال يكون شامفر مقوس بال متال وذ فيسنج يكون شولدر. انواع الفينش لاين هم تراجعوها مو تنسوها، بالمتال يكون شامفر، بالمتال وذ فيسنج او اذا اخدي توث كلرد ماتيريال يكون شولدر 90 درجة. فالهاي الفينش لاين والثيكنس مال الكات مال بكل سيرفس هن الفروقات بالتحضير ما بين المتال وذ فيسنج وبين الفول متال. من اهم الانديكيشنز مالته انه هو لما يكون عندي نحتاج الى ميكانيكال بروبرتيز عالية ونحتاج بنفس الوقت الى مظهر استاتيك عالية. يعني مثلا عندك بوستيرير تيث بس ظاهرة مثلا ماكزيلاري بري مولرز او ماكزيلاري فيست مولر، هو بوستيرير ويتحمل اوكلوزال لود وبنفس الوقت هو ظاهر بالسمايل، ف نسوي له متال وذ فيسنج. هذا باعتبار انه الثيكنس مال كات مالته اكثر، فيكون كونترا انديكيتد بال مثلا لما يكون عندي يانج ايج او عندي لارج بالب تشامبر اشوفه بالاشعه، ممكن انه هذا التحضير ياثر على البالب فيكون هنا كونترا انديكيتد، ويكون كونترا انديكيتد اذا عندي مور كونزرفاتيف تايب ممكن نسويه. يعني مثلا اذا انا اقدر اسوي 3 كوارتر فاكتفي بال 3 كوارتر كراون وابتعد عن هذا الفول كفرج. الادفانتجز مالته انه هو سوبيريور استاتيك بنفس الوقت جود ميكانيكال بروبرتيز. الديس ادفانتجز مالته متعدده، انه هو ممكن مثلا يتعرض الى تشيبينج. يعني شنو؟ يعني هذه المتكون هو من طبقتين معدن ومغطى بمادة بورسلاين، فغالبا وكان يعني قبل ما تتقوى الأمور المختبرية مات كثيرا ما يتعرض هذا البورسلاين إلى الفراكتشر، و يعني ممكن انه يطلع من مكانه وينكسر. فهذا يعتبر واحد من ال disadvantages بالإضافة إلى الكات ماته أكثر. اكو عندنا نوعية يسموها جاكيت كراون. الجاكيت من اسمها تقدرون تحفظوها، انه هو الجاكيت يعني عبارة كأنما مثل الجاكيت اللي تلبسه يغطي كل جسمك ويكون مظهره حلو، فهذا جاكيت كراون يكون توث كلرد ماتيريال ما بي معدن، فقط مادة بلون السن الوقت الحالي هي تصنع غالبا من البورسلاين مادة الخزف، يغطي كل الكراون بورشن اوف ذا توث. الفينش لاين مالته يكون شولدر. الثيكنس مال القطع مالتنا 1 مليم، وبالانسايزل ايج 1.5 الى 2 مليم. الانديكيشنز لما ادي هاي استاتيك ريكويرمنت بالانتيرير تيث، لما يكون الفيفوربل اوكلوجن. يعني شنو؟ طبعا هذا نتوقع انه ما يكون قوي الجاكيت كراون لان ما بي معدن، فلما يكون عندي اوكلوزال لود ويكون عندي مثلا
patient يسوي attrition يضغط على أسنان الأمامية، ممكن يكسر لي هذا ال type of crown. فإذا ال occlusion مو صحيح أو ال occlusion بضغط عالي يصير هذا النوع contraindicated. واحدة من عدن البروكسيزم اللي هي واحدة من الهابتس اللي تخص الأكلوجن. يكون الأدفانتجز مالته المظهر، الديس أدفانتجز مالته قلنا هو انه بريتل نيتشر اوف ماتيريال، يعني ممكن ينكسر. reduced strength قوة مالته قليلة. فهذه هي أهم ال disadvantages of the jacket crown. نلاحظ بهاي الصورة تحضير المتل with facing بالجانب الأمامي، لازم تسوي shoulder والقطع بالجانب الأمامي بالبكال سايد يكون أكثر. هذا التحضير لجاكيت كراون، الفينش لاين يكون شولدر ويا ليفل الجنجفة، ويكون all around the tooth. اكو عندي نوعية يسموها 3/4، لما يكون اقدر اني مثلا الليبيال سيرفس يكون انتاكت يعني سليم ويكون عندي لونج توث، فانت تقول حرامات اني احضر داير مداير السن. اقدر اثبت على هذا السن من خلال استخدام فقط اللينجوال والبروكسيمال وولز هذني، فسموا هذا النوع 3/4 ثلاثة ارباع الكراون. يكون limited preparation لللينجوال وال proximal surfaces. يكون indicated قلنا لما اللينث sufficient length أدي طول الكراون، بحيث الاتاتشمنت هنا على اللينجوال سيرفيس تكون كافية لدعم مثلا تركيب ثابت، والليبيال سيرفيس يكون انتاكت فيكون يعني ساوند. فأنت يعني تقول حرامات اقطع هذا الساوند توث ستراكشر، وحرامات اني اثر على المظهر لهذا السن اغطي بالثري كوارتر كراون. الديس ادفانتجز مالته انه هو طبعا هنا التحضير يكون دقيق، لازم اضيف جروفات على الجوانب هذين يسمون سيتينج جروف حتى امنع الديسلوجمنت، اعطي ستابيليتي تعطيني هاي ريزيستنس اريا بحيث تمنع الديسلوجمنت لينجوالي. فاللاب ورك والبريباريشن ورك مالته يكون بريسايز ويكون ديفيكلت. النوعية الخامسة من الكراونز هو البوست كراون، وقلنا هو يكون replacement of the coronal area with extension inside the root. هذا السن محشى جذر فيكون التاج مالته ضعيف، لذلك يكون التحضير بداخل الجذر وينصب على شكل معدن وينزل في داخل الجذر، يسوي له cementation يسموه هذا النوع بوست كراون. التحضير داخل الجذر يكون باستخدام ما يسمى بالبيسو ريمر، هو بير خاص للتحضير في داخل الجذر. ثم نخلي بوست، ثم نقدر احنا نصنع البوست كراون نثبته، ثم ناخذ له طبعة ونغطي هذا المعدن بكراون ثاني. تفاصيل البوست كراون ان شاء الله يطرح لكم اياها دكتور امير. شكرا لاصدقائكم، نتمنى لكم كل التوفيق اعزائي طلاب المرحلة الثالثة.